سلام البنات، نتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في قناتي صوفيهم. اليوم جيت نقدم لكم واحد التحلية اللي هي لذيذة وبنينة بزاف وبمقادير بسيطة. التحلية ديالنا كتكون من 100 غرام ديال الزبدة اللي في درجة حرارة المطبخ باش تجينا سهلة في الخدمة. عندنا 100 غرام ديال سنيدة، 100 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال اللوز، شويه الملحه لتصحيح الذوق. وغنحتاجو 3 ديال التفاحات اللي انا نقيتهم وقطعتهم مربعات صغيره على هذا الشكل. غنبداو اولا بالزبده، نزيد نضيف عليها سنيده، نحاولوا نخدموهم مزيان حتى تندمج لينا الزبده وسنيده. على هذا الشكل هذا. داكشي علاش قلت لكم الاحسن تكون الزبده درجه حراره المطبخ باش تجينا سهله في الخدمه. نحاولوا ندمجوا مزيان السميده والزبده. ملي كتندمج لينا الزبده والسميده على هذا الشكل هذا، كنضيفوا عليها 100 غرام ديال الدقيق بالتدريج. نحاولوا ندخلوا هذاك الدقيق مع سنيده والزبده. نحاولوا ندمجوهم، ما نعجنوش، غير نحاولوا ندمجوهم، يعني ما نحاولوش نعجنو الخليط كما كتلاحظوا. حنا حاجتنا بالخليط يكون على هذا الشكل هذا، يعني ما يكونش معجون. نحاولوا ندمجوا كاع الدقيق مع الخليط ديال الزبده والسنيده. كيف ما كتشاهدوا، من بعد ما ندمج الخليط ديال الزبده وسنيده والدقيق اللي ضفنا، غنضيف عليهم دابايا 100 غرام ديال اللوز. 100 غرام ديال اللوز كتعادل تقريبا كاس كبير ديال العنب. حتى هو نحاولوا ندمجوه مع الخليط، ما نعجنوش كما كتشاهدوا. نضيف الخليط كامل،
تقدروا تستعملوا ديما بشوش. من بعد ما ندمج ديما الخليط ديال اللوز والدقيق وسنيده والزبده، انا اختاريت هذا المول هذا اللي ديجا دهنته بالزبده ورشيته بسنيده كما كتشاهدوا. غادي نضيف التفاح مقطع قطع صغيره، من بعد ما ضفنا التفاح غادي نزيد عليه شويه القرفه نحاول نوزعها بهذا الشكل هذا. من بعد نضيف الخليط ديالنا فوق من التفاح بهذا الشكل هذا. من بعد ما وزعنا الخليط ديالنا فوق من التفاح لهذا الشكل، انا ديجا مسخنه الفران ديالي على درجه 180 وغادي ندخلو دابا يطيب لمده 20 دقيقه. كطيب التحليه ديالنا كنخرجوها كتجي على هذا الشكل هذا محمره من الفوق، كنخليوها تبرد وكنقطعوها ونقدموها بالصحه والعافيه. من بعد ما قطعنا التحليه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. انا اختاريت نقدمها مع شويه ديال لاكلاص، نتوما تقدروا تقدموها مع قهوه مع عصير مع اي حاجه. كما قلت كتجي بنينه وهشيشه بزاف كما كتشاهدوا، التفاح كيجي معلك وهي كتجي مرملة بزاف. بصحتكم وراحتكم.